اخوان يسعد صباحكم. وقبل ما ابلش الفيديو هذا بدي احب احكي شغله سريعه. انا اخوان خسرت كل الفيديوهات اللي عندي اللي كانت في تايلاند وكانت في ماليزيا، فخسرتها كلياتها. حاولت ارجع الفيديوهات، ما رجعت غير اللي حتشوفوه بالفيديو هذا، فسامحوني لانه يمكن ما يكون كثير، لانه بصراحه كل الفيديوهات راحت. والحمد لله على كل حال، يلا استمتعوا اذا استمتعتوا. جن العذراء. صباحكم ورد، صباح الخير، صباح النور، صباح الفرح، وصباحكم رايح جاي، وصباحكم في كل مكان. الجن العذراء هي اسم جزيرة بنينغ، تيجي بالشمال الغربي من ماليزيا. شو اللي يميز جزيرة بنينغ معلم؟ بيميزها انه شواطئها كثير حلوة وكثير خيالية، وسلام الجاي على الشواطئ صراحة. يعني احنا جايين على المعالم الثقافية اللي بجزيرة بنينغ، نشوف فيها شغلات خرافية. جزيرة بنينغ اخوان الرسومات هاي كلياتها بتتميز بهاي الامور، انه تقريبا فيها 45 رسمه زي هيك على الجدران، بس احنا فعليا مش حنقدر نزور ال 45، راح نزور الحلوات منهم. يعني بتكفيكم معابد صراحه، شفتوا كثير معابد وزقتوا معابد صح. كمان في هاي قصة شباك وبسكليت وحركات كثير حلوه كثير مرتبه، عندهم افكار خرافيه. فعن جد احنا يا ريت ما في عندنا افكار زي هيك. انا واحد من الناس بحاول كثير دائما اطلع افكار، بس بتغلب حتى اطلع بالفكره، والله بتغلب. طق اللايك والسبسكرايب لاني بتغلب. طلع يا اخوان اللي بيحرقوه دعواتهم، يعني بكتب دعوه وبحطها في المعبد تبعهم، وبعدين اللي في المسؤول في المعبد بيحرقهم على اساس انها تستجاب. فجأة لقينا حالنا هان بيحكوا لنا في مدينة الثلج وما ثلج، فمش عارف صراحة. زي ما شفتوا كنا احنا هسه في متحف الثلج والايس وما ايس. طبعا حلو الموضوع، ادخلوا انتم فري، يعني اي واحد بيقدر يفوتوا. برد في الشارع حكون فجاه افوت، فقصه بارد جد براد. نايس كاميرا. ثانك يو. يو لايك تو تيك فيديو فوتو؟ يا يا توجذر. That this can record the environment. Yeah, this record your voice. نايس. Thank you. And your hair. So nice. Yeah. Thank you. Okay. اخوان مش عارف حالي وين هنا صراحة. كله وين انا؟ لا بتخش. جينا الباب. طبعا يا اخوان انا الصوت. اي واحد قطعونا وقطعوا راسنا وصورونا، فكثير اشي مكان حلو. بعد اللفة الطويلة صار بدنا واحد يتغدى معلم، مزبطش هيك. فشوفوا اخيرا نتغدى سريع، وبالفترة اللي نتغدى فيها بتنزل تحت تسلخ لايك 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 كومنت لايك وكومنت. هذا الاشي والله كويس، مرة كويس معلم. كثير صح. سلام.
صباح الخير اخوان، يوم جديد في بنينج. انا اسف انه ما كملت الفيديو كامل لانه اضطريت اني اروح على المستشفى. تتذكروا قبل اسبوع لما نزلت فيديو بشاينك ماي؟ انا الوحيد اللي القارص اكلني، مش عارف ليش، بس فعليا كان في حشره قرصيتني وبسبب حساسيه خرافيه بجسمي ما بقدر امشي بالشمس لانه بصير مباشره التهاب ووجع. فهاجبت لكم يا اخوان حجمها هيك سمبل وصغير وبسيط وكيوتي وكثير قويه، عشان الشغل ان شاء الله يطلع احسن نوعا ما. حكيت كثير، خلينا نحكي شو بدي اسوي. من تحت اليوم احنا وصلنا المكان الثاني اللي اعطونا اياه الفوتو فري. هسه احنا تقريبا مش بمتحف، احنا بمعرض 3D، شغلات 3D، وبتقدر ترسم على ايدك. ايش اللي بترسمه بصير يضوي بالليل وبالعتمه، فايش كثير خرافي. فنشوف سوا سريع سريع، مش طول عليكم. يلا. I'm drawing two lips. هم رسمنا على ايدنا يا اخوان، هاي بتضوي بالعتمه. يوميات مسافر قريبا 1K، ان شاء الله معكم نوصلها. ليتس جو. كلياته هذا رسم كثير خرافي صراحة. طلع كيف، بس هي مش ضابة. أول ما يطفي الضوء تضوي، شفتوا كيف؟ هاي ألوان يا إخوان الرسم. طلع شوفوا. قصة. أنا عن جد يعني أنا شكلي اليوم رح أختم الفلوق بهذا الإشي، يعني أنا بكمل في قزاز يمكن أخبط فيه. قصة هيني أنا هيني كيف الحال؟ مش مبين كثر وأنا محروق. بس الله مكان جد إخوان، بتصدقوش إن يعني جد هذا الإشي ألوان ملون تلوين، أنا مش فاهم لحد الحين. طلعكم واحد صورة أنا، ملاحظين؟ طلعوا على المراية واحد 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 واحد. طبعا إخوان هذا اللي عمل القصة هاي إيغان مولر. طبعا الفكرة هسه فهمتها، الفكرة هذا الإشي كلياته بكون شلال، وتأخره بتبطل شلال، تصير يعني كأنك انت واقف على ضفة الشلال، شايفين شلال، بتكون انت واقف في الآخر هناك. فكثير والله إبداع، والله يا إخوان إني متضايق إنه إبداع زيادة عن اللزوم. كثير خرافي معاي من اول ما وصلت. هيك اخوان خلصنا المكان هذا، اعطونا هديه. والله المكان خرافي ومستحق فعليا، كثير مستحق. فاخوان انا جد مش مجامله، مش عشان هم اعطوني هديه لا، ولا عشان مثلا اني دخلت فري لا، الفري مش منهم، من الثانيين.